السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة وجمال. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجكم أنت الطبيبة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل سيدة فينا. إيه الموضوع؟ موضوع النزيف المهبلي. إمتى أعتبر إن ده نزيف مش دورة طبيعية أو في الفسيولوجي بتاعنا؟ النزيف المهبلي هو خروج الدورة الشهرية عن طبيعتها في الكم أو الأيام أو السايكل بتاعتها أو الطبيعة بتاعتها. إزاي الكلام ده؟ يعني هنعتبر زي ما قلنا المرة اللي فاتت إحنا بنحسب الدورة الشهرية من أول يوم لأول يوم. ما ينفعش أجي أحسب الدورة أقول خلصت يوم كذا وابتدت يوم كذا، كده ممكن ألاقي الدورة جت مرتين في الشهر، ده مش طبيعي ومش حقيقي. لازم أجي أحسب الدورة الشهرية من أول يوم فيها لأول يوم الدورة اللي بعدها عشان أقدر أعد بطريقة صحيحة وأشوف الدورة بتاعتي منتظم ولا لا، والكلام ده شرحناه باستفاضة المرة اللي فاتت. طيب إمتى أعتبر إن الدورة دي مش طبيعية؟ لو الدورة جيت حسبت من أول يوم في الدورة دي لأول يوم الدورة اللي بعدها ولقيتهم فرق أقل من 20 يوم أو 21 يوم، كده فعلا الموضوع ده مش طبيعي، كده غالبا الدورة جت بطريقة متكررة ورا بعضها بشكل كبير. يعني فعلا كده هنشوف الدورة مرتين في الشهر، وده يعتبر جزء أو نوع من أنواع النزيف المهبلي. كده أنا هفقد دم كتير لأن هنشوف الدورة مرتين في الشهر. إيه تاني؟ المفروض الدورة الطبيعية بتقعد من يومين لخمس أيام، أقصى حد ليها 7 أيام. طيب لو الدورة زادت عن 7 أيام، أو لو الكمية اللي بتنزل في الأيام نزلت كمية كبيرة، أو أن أنا متعودة مثلا تنزل لي يومين، لا بس الشهر ده نزلت لي 5 أيام وعنف جدا، ده يعتبر نوع من أنواع النزيف المهبلي. نوع ثالث، لو الدورة النهاردة خلصت وبعد يومين لقيتها في نزيف، أو لقيت نزيف متكرر. في ناس بتشتكي كده اللي هو الدورة بتيجي كل شوية بتفصل يومين وترجع يومين، تفصل يومين وترجع يومين، ده مش شكل طبيعي على الإطلاق. عايزين بقى نعرف الأسباب واحدة واحدة كده مع بعض عشان نشوف حل لكل مشكلة. أولاً أسباب النزيف المهبلي لازم تتقسم لحاجتين كبار جدا، نزيف وظيفي ونزيف عضوي، وده موضوع مهم جدا. لازم أشوف الأسباب العضوية للنزيف المهبلي عشان أقدر أحكم هو فعلا ده مش نزيف عضوي، ده نزيف وظيفي. ليه؟ بنشوف بعض الأطباء بيحكم على طول من قبل ما يقيم الحالة ككل إن ده نزيف وظيفي، ويبدأ يدي شكل من أشكال الهرمونات، وبالتالي أنت سايب المشكلة الأساسية وقاعد بتلخبط حتى الدورة اللي ربنا خلقها. طب عشان أقيم صح لازم تقيم الموضوع ككل. إحنا قدامنا بني آدم مش قدامنا جهاز، معنى إن البني آدم الجسم كله متصل ببعضه. ما ينفعش أنا كدكتور نساء أبص على المريضة مقس الضغط، ما أشوفش مستوى الهيموجلوبين بتاعها أو الأنيميا بتاعتها عامل إزاي، ما أسألش في الهيستوري أو التاريخ المرضي عن وجود الأمراض المزمنة زي أمراض السيولة، زي أمراض القلب، زي السكر، زي الضغط. وجود تاريخ مرضي برضو للعيلة بيفرق. في ناس كتير ما تبقاش واخدة بالها إن هي عندها السكر، مجرد إن أنت تعرف إن السيدة دي مثلا مامتها أو جدتها أو خالتها عانوا كلهم من مرض السكر، ابدأ اعمل لها فحص كده لتحاليل السكر، هتلاقي هي كمان عندها سكر، لأن الموضوع بيسري في العائلات. فما ينفعش أغفل عن كل هذا وأبدأ على طول أروح عند الأشعة. مشكلتنا إن إحنا في عصر دلوقتي تطور أجهزة الألترا ساوند أو الموجات الصوتية مخلية كتير من أطباء النساء إلا من رحم ربي على طول متجه نحو الفحوصات، ما يفكرش يسأل على هيستوري كويس أو تاريخ مرضي كويس، ما يفكرش يعمل بدائيات بتاعت الفحص اللي هي المفروض ألف في كطبيب يعملها. أوقات كتير فعلا بكتشف إن مريضة مثلا يعني مرت على
حوالي 10 أطباء نساء، يعني ذكور وإناث، دكاترة ودكتورات، ومحدش فكر مثلا يعمل منظار مهبلي أو فحص مهبلي، وتكتشف إن السيدة دي بعد معاناة من أدوية قد كده وتشخيصات غلط، إن أنت بس لمجرد إن أنت هتحط المنظار المهبلي وتبص وتلاقي فيه زايدة لحمية نازلة من عنق الرحم أو من الرحم. فازاي مرت على كل هذا من غير ما حد يفكر يعمل فحص بسيط؟ فحص بسيط ومش مكلف ومن بدايات الشغل، يعني بدايات لما تيجي تعلم طالب طب او طالبه في كليه التمريض فحص النساء او فحص عموما، بتبدا كده تقول له انت لازم تاخد هيستوري كويس، تاريخ مرضي كويس، وبعد كده تشوف الجنرال اكزامينيشن. انت طبيب، ما ينفعش اروح على البطن او على الحوض من غير ما اعدي على الضغط، على مستوى الانيميا، بص في عين المريض شوف فيه مشكله ولا لا، بص في يعني جسمه عموما وهو داخل. انت لازم الطبيب ده يعني حكيم ليك نظره، ما ينفعش تعدي ده كله وتروح داخل على الموجات، بتفقد يعني جزء كبير جدا من التشخيص، وفي حالات كتيره بتمر عليك من غير ما تتشخص ويبقى التشخيص سهل جدا. خلينا نتكلم كده في البداية الأسباب العضوية، نقدر نقسمها إلى أسباب عامة وأسباب موضعية. الأسباب العامة زي ما قلت كده أمراض المزمنة، أول حاجة زي الضغط، ضغط الدم. يعني إحنا لو مريضة مثلا عندها الضغط، ضغط الدم العالي، وأقصد بمرض الضغط عموما هو الضغط العالي، مش مثلا أنت ممكن تسأل مريضة عندك ضغط؟ أه عندي ضغط. إزاي؟ طب على طول بيوطى، على طول بيجي لي دخن. يا مدام مرض الضغط اللي بنقصد بيه المرض المزمن هو مرض الضغط العالي اللي على طول يعني عالي بشكل يحتاج لتدخل علاجي. لازم تقيم مريضة وتسألها على التاريخ المرضي للعائلة لمرض الضغط، تقيس الضغط. يعني انت كدكتور نسا مش مطلوب منك تقوم على طول على الفحص، او حتى في دكاترة بتطلبها حتى ما بتعملوش الفحص ده، لا لازم المريضه تقيس لها الضغط وتقيسه بنفسك، لان تقييمك غير تقييم المساعد بتاعك، غير تقييم الممرضه. لازم تتاكد ان ضغط المريضه سليم، وخصوصا المريضه اللي بتشتكي من نزيف. معروف مريض يعني موضوع الضغط العالي ده لو هم نقطتين دم العيانه لا هيبقى في ضغط دم، على طول ضغط الدم في الاوعيه الدمويه عالي لدرجه ان طبيعي يجي لها الدوره، بدل ما يجي لها يومين ثلاثه يجي لها 7 ايام، يجي لها اكتر. بدل ما بتنزل مثلا كل يوم بقدر معين، مثلا العيانه بتغير فوطه 2 العادي بتاع اي سيده، لا هتلاقي لا بتنزل، بتقول لك انا يعني انا ما بلحقش، انا على طول نازل مني قطع حتت، ويصفوها كده. لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. تاني حاجه، السبب الاشهر على الاطلاق في موضوع النزيف المهبلي هو الانيميا، انخفاض مستوى الهيموجلوبين. والبعض يعتقد ان ده سبب تاني، مع ان ده فعلا بنكتشف ان هو اشهر سبب للنزيف. في كده قاعده معروفه ان النزيف يؤدي الى انيميا، والانيميا تؤدي الى نزيف. لما ياخدش باله من القاعده دي بيفقد تشخيص مرضى كتير جدا. كان لسه عندي الاسبوع ده مريضه الهيموجلوبين بتاعها اقل من 10، ويعني جربت تقريبا كل علاجات النزيف المهبلي، وموضوع متكرر. مجرد بس ان انت تشخصها وان انت تكتشف ان هو ده كله بسبب الانيميا اللي عندها، وتبدا تظبط مستوى الانيميا، بتكتشف ان لا الموضوع اختلف معاها تمام، وتقول لك انا طب انا كنت بلف، انا لفيت على كل ده ازاي ومحدش شخصني ازاي. لان احنا للاسف مع تقدم الوسائل التشخيص المساعده من موجات صوتيه، وده في ناس بقى خلاص بقى تحت ايديها السونار الفردي، فانت مش مطلوب منك ان انت تعلى وبتنسى بدائياتك، لا قواعدك الاساسيه لازم تمشي عليها. طور من نفسك وطور من الوسائل اللي معاك، ات 4D وات 5D، بس ما تنساش تقيس ضغط المريضه، ما تنساش تعرف مستوى الانيميا بتاع المريضه، ما تنساش تبص على وزن المريضة وطولها، تفحص بطنها، تبص بالمنظار المهبلي اللي هو مش هيكلفك أي حاجة خالص. يعني
فحص مش هيكلف حاجة، لا هيكلف وقت ولا هيكلف إمكانيات، أنت هتخسر إيه؟ بس هتكسب، هتكسب إن أنت فعلا في مريضة عندها مشكلة هتعرف تشخصها، مش كل حاجة الموجات اللي إحنا بقينا منطلقين فيها. ده موضوع الأنيميا. المرض الثالث مرض السكر. زي ما قلنا كده إن أنت تسأل المريضة دي عندك سكر؟ غالبا هتقول لك لأ، لو ما كانتش عارفة يعني. وفي مرضى عارفين ان هم عندهم سكر وما بياخدوش علاج، وفي مرضى ماشيين على نفس الجرعات مثلا كتبت لها من سنتين وما بتحاولش تراجع ابدا على القياسات بتاعتها. انا اقول لك انا عندي سكر ماشي على انسولين جرعه كذا وجرعه كذا، طب اخر مره قستي السكر امتى؟ لا انا ماشيها كده بالبركه من ساعه ما كنت عند دكتور السكر من سنتين مثلا، هو اللي ماشيين على الجرعات دي. وبتبدا حتى هي يعني ايه تعدل من الجرعات مع نفسها، مثلا هو ايه انا زهقت من جرعه بالليل بتتعبني بالليل فانا ما باخدهاش، انا ماشي مثلا على انسولين 20 وحده الصبح وبس هو كده. طب انت سكرك مظبط؟ مش عارف ما بقيس. تكتشف ان انت طب ما انت عندك سبب واضح للنزيف، معروف ان الاوعيه الدمويه اصلا مع مرض السكر وخصوصا المزمن او يعني مع الوقت مرض السكر بيعمل تلف في جدار الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه، وطبيعي يعني لو ما نزفتيش يبقى في حاجه غلط. يعني الطبيعي ان عندك سكر مش متظبط هتنزفي هتنزفي، وكويس ان ربنا بينبهك ان هو جيلك في صوره نزيف مهبلي او دوره شهريه جت عنيف. يعني في ناس تانية بيجي لها باشكال افظع، يعني باشكال مميته، يعني نزيف في المخ مثلا، غيبوبه سكر، ربنا نبهك لكذا. جاي عند دكتور النساء تشتكي من نزيف مهبلي ومتناسيه خالص ان انت السكر بتاعك ما ظبطتوش من سنتين، اعمل لها بقى تحاليل السكر مثلا، السكر الهيموجلوبين السكري او السكر التراكمي، بتلاقي ارقام خرافيه خرافيه. انا يعني الشهر اللي فات ده انا شفت الرقم كنت اول مره اشوفه في حياتي، الهيموجلوبين اي 1 سي او الهيموجلوبين السكري ده عند مريضه كان 15، يعمل سكر صيام الفطر تلاقي 500 و600. مع الارقام دي مش عايزه تنزفي؟ يعني انت كويس ان انت ربنا استطاع معاك ان هو جات لك في صوره نزيف مهبلي، ما حصلكيش مشكله اكبر من كده. معروف ان الضغط والسكر من الامراض اللي هي الغداره فعلا، ان ممكن تقضي على مريض في لحظات لو هو مستهون بيه ومستهون بالكنترول بتاعهم او مش متظبط كويس. في ناس وشباب كمان بتروح في لحظات. فانت ياللي عندك حاجه و50 سنه وسكرك بالارقام المهوله دي والسكر التراكمي بتاعك بالرقم المهول ده ومش عايزه يجيلك نزيف مهبلي ما بينتهيش، فتبقى يعني انت ما تتخيلش فعلا دماغ المريض ايه. دي مريضه من المرضى، مجرد انت بس ظبطت لها السكر وظبطت لها الدنيا بتبدا خلاص الحمد لله الدنيا تستقر معاها ونزيف بيقف. الحاجه برضو من الاسباب موضوع ان انا اسال عن هو انت بتاخد علاجات بحاجه معينه، وده جزء بقينا نغفله، لازم ادور هو المريض انت بتاخد ادويه ولا ما بتاخدش، وتلح في سؤالك وتجيبه بكذا صيغه وكذا طريقة لغاية ما توصل فعلا ان هو المريض ما بياخدش ادوية. يعني في مرضى العادي بتاعها مثلا ان هي ماشية على المسكنات، اي حاجة مسكنات مسكنات، صداع مسكن، مشيت مشوار مثلا طويل شوية رجعت رجلها وجعتها فبتاخد مسكن، كل حاجة مسكن لدرجة ان الصفائح الدموية خلاص بتفشل في وظيفتها، بيبقى موجودة ويعمل تحاليل هتلاقي العدد بتاعها كويس بس وظيفتها مفقودة. طب ايه وظيفة الصفائح الدموية؟ هي وقف النزيف العام من الجسم، يعني عمل تجلطات والحفاظ على الشعيرات الدموية والأوعية الدموية في حالة الثبات. طب ما الصفائح الدموية بتفقد وظيفتها؟ لا، هتلاقي نزيف برضه من أي حتة في الجسم، وعادة في السيدات رحمة ربنا يعني هو بيبان في صورة نزيف مهبلي. فبتلاقي مثلا ناس بتنزف وجيالة بتاخدي أدوية لأي حاجة؟ لا. وتكتشف مثلا إن هو إيه يروح جوزها، لا يا دكتور بص ده دي ليل نهار مسكنات، أي شوية صداع
تبعت تجيب المسكن، اي شويه وجع في رجليها تبعت تجيب المسكن، وقفت شويه في المطبخ رجليها وجعتها تاخد المسكن. طب بعد برضه كميه المسكنات دي انت برضه مش عايزه تنزفي، مش عايزه يجيلك وجع في معدتك، مش عايزه وظائف الكليه بتاعتك تتاثر، انت قاعده بتاخدي يعني مش دواء بقى ده الدواء كده وصل لمرحله ان هو بقى سم، انت كده قاعده بتاذي في نفسك. برضه تنبيه ربنا ليك في سوره نزيف، ده رحمه من عند ربنا، انت ممكن يجيلك قرحه في معدتك وانت مش واخده بالك، ممكن كليه وظيفتها تتاثر تقريبا للنص وانت مش واخده بالك. فلازم ناخد بالنا من النقط دي. قصه التاريخ الدوائي، او المريض بياخد دواء معين لحاجه معينه ولا لا. في اسباب تانيه كتير زي الغده الدرقيه، والغده الدرقيه دي حاجه مهمه جدا برضه، وفي ناس بتجيلك بتاريخ مرضي من تاخر الحمل ونزيف ودوره مش منتظمه، وتكتشف برضه ان هي ما حدش فكر يطلب لها تحاليل الغده الدرقيه. هي نفسها لما تيجي تقول احنا نعمل تحليل الغده الدرقيه تتخض، وانا مالي وانا عندي الغده؟ انا بشتكيش من الغده، فاكره الغده الدرقيه دي مجرد ان هي الغده اللي في رقبتها كبرت او عملت شكل من اشكال الجويتر الجراحي. لا، مش كل امراض الغده تضخم او جويتر اللي هو المشكله الجراحيه، لا ده في ناس الشكل عادي جدا مفيش مشكله، بس الغده دي فيها يا اما زياده في الافرازات او نقص، يعني خمول أو زيادة في النشاط، وفي الحالتين هتعمل نزيف وهتعمل لخبطة في الدورة الشهرية وهتعمل تأخر في الحمل أو عدم استقرار عام في الجسم. في ناس مش واخدة بالها من الموضوع ده خالص. ده في ناس يعني مجرد إن أنت ابدأ بس اظبط لها التحليل يعني الغدة بتاعتها أو وديها عند حد متخصص في الغدد الصماء، تاني شهر تلاقي حملت، مع انها بقالها سنتين ثلاثة مثلا بتلف في دورة من تنشيط، وتروح عند فلان ست شهور تاخد تنشيط وتفشل في الحمل وترجع وتغير وتروح عند حد تاني. وبص كده في الملف، بيبقوا ماشيين بملفات كبيرة كده، بص في الملف مش هتلاقي حد طالب تحليل الغدة الدرقية على الإطلاق. هتلاقيها بتسعى كده من دكتور لدكتور، من تنشيط لتنشيط، تنشيط تنشيط. ما حدش طالب منها هرمون الغدة ده خالص، ولا حد يفكر يدرس وظيفة الغدة الدرقية بتاعتها. هي أصلا زي ما أقول لك بتبقى يعني مستغربة، هو إيه اللي أنا إيه اللي هيجيب لي الغدة؟ أنا رقبتي كويسة مفيش حاجة في رقبتي. دي من الأسباب المهمة جدا. الأسباب العامة لازم زي ما قلنا تدرس ونسأل كويس في التاريخ المرضي ونفحص العيان كويس. تاني حاجة الأسباب الموضعية. الأسباب الموضعية بقى برضو لا تقل أهمية، وبرضو ما ينفعش زي ما قلنا أروح وأبدأ بالموجات. الموجات مش هتشوف كل حاجة، مهما كنت قوي جدا في رؤيتك للموجات الصوتية كانت مهبلية أو عن طريق البطن، هتفقد جزء مهم جدا من الأسباب. مثلا يعني من الأسباب إن أنت ممكن تلاقي أصلا تقرحات في المهبل أو في عنق الرحم، ودي بتفقد بشكل كبير، وخصوصا لما تسأل المريضة وتقول لك أنا الدم ما بينزلش عليا غير مثلا بعد العلاقة على طول. ابدأ اعمل الفحص بتاعك وحط المنظار المهبلي، هتلاقي مثلا ممكن تلاقي قرحة في عنق الرحم، ممكن تلاقي تقرحات في المهبل بسبب التهابات مهبلية متكررة وعنيفة جدا. ممكن تلاقي زي ما قلنا كده زايدة لحمية نازلة يا إما من الرحم يا إما من عنق الرحم. دي حاجة عمرك ما هتشوفها وانت بتعمل الموجات. لازم 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 تمشي ألف في زي ما الكتاب بيقول عشان ما تفقدش جزء من التشخيص. سبب تاني من الأسباب الموضعية وجود أورام ليفية في الرحم. موضوع الأورام الليفية ده موضوع كبير جدا، موضوع كبير، وصراحة هنتكلم فيه إن شاء الله على كذا حلقة. ليه زوايا كتير جدا وليه مشاكل كتير، مش بس نزيف يعني، ممكن يعني
يأثر بشكل ما في مستقبل المريض نفسه. ازاي الكلام ده؟ لو الوضع من دي في ده قريب من بطانه الرحم، عاده بتلاقي الشكوى ما بتبقاش الالم، بتبقى غالبا ممكن تلاقي نزيف، ممكن تلاقي تاخر حمل، ممكن تلاقي اجهاض متكرر. مع ناحيه بطانه الرحم دي بيمنع استقرار الجنين، او لو حصل حمل بيمنع نمو الجنين لفتره معينه. الورم اللي في ناحيه عضلات الرحم عاده بيجي بنزيف. الورم اللي في ناحيه يعني تجويف البطن، لو احجام صغيره بتكتشف بالصدفه، لان هو الناحيه تقريبا المتسعه ناحيه تجويف البطن ده ما بيسببش اعراض الا لو وصل لحجم معين هيبدا يعمل اعراض. العظام اللي فيها موضوع كبير جدا، متشعبه في كذا شكوى، ان كانت نزيف مهبلي او الام مزمنه في الحوض او تاخر حمل. اسباب موضعيه تانيه، وهو زياده سمك بطانه الرحم عن الحد المقبول، وده موضوع مهم جدا. انا المره اللي فاتت واللي قبلها قلت ان بطانه الرحم دي حاجه متغيره على مدار الدوره الشهريه. مش اي واحده اقيس بطانه الرحم لها 16 مللي يبقى دي انت عندك بطانه زايده ولازم عمليه كحت. كلام خاطئ. لازم بطانه الرحم تقيم في وقت معين من الدوره الشهريه، وهو في وقت نزول الدم او فتره الحيض. فتره الحيض بطانه الرحم المفروض بتبقى اقل رقم موجود. لو فعلا زايده في الوقت ده اعرف لا ان هي فعلا كده مشكله. لكن ما تجيش بعد فتره التبويض وتبدأ تقيس بطانة الرحم وتقول 16 لا انت كده في مشكلة. لا، ده تقييم خاطئ جدا 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 وظالم، وممكن تعمل عمليات غير مطلوبة وتدخل المريضة في إجراءات ما كانش في وقتها خالص ولا كان مكانها. ده قصة بطانة الرحم الزائدة. بطانة الرحم الزائدة ليها مشاكلها برضه، ولازم تبقى موضوع لوحده لأن ليها مخاطر في قصة سرطان بطانة الرحم. ده بشكل عام الأسباب النزيف العضوية. زي ما قلنا كده أسباب عامة، كان ضغط، سكر، أنيميا، غدة، أمراض سيولة، أمراض قلب، مشاكل في الأدوية، أو الأسباب الموضعية زي ما قلنا التقرحات، الأورام اللي فيا، بطانة الرحم الزايدة، مرض بطانة الرحم المهاجرة، ودي قصة كبيرة. لازم ناخد بالنا من القصص دي. لازم التشخيص ما يعديش علي غير لما أقيم كل هذه النقط. قيمت كل هذا وفي الآخر ما لقيتش سبب، يبقى أنا بتكلم في نزيف وظيفي. ساعتها من حقك بقى بعد ما خدت هيستوري كويس، بعد ما فحصت كويس، بعد ما عملت فحوصاتك وإشاعاتك وتحاليلك ولقيت الدنيا كويسة، ابدأ شخص نزيف وظيفي وابدأ قيمه وابدأ عالج بقى النزيف الوظيفي ده بالبروتوكولات العلاج بتاعته، لأن برضه مش بيمشي بالهوى. يعني كل شكوى المريضة غير التانية، واحدة بتشتكي نزيف وتأخر حمل، واحدة بتشتكي بنزيف وألم، واحدة بتشتكي بنزيف مع وسيلة من وسائل منع الحمل. لازم كل مريضة ليها علاجها اللي هيتفصل عليها. ما احناش بنمشي كل المرضى بتتعالج زي بعض، يعني ما جيبش أنسة واديها علاج واحدة مثلا عايزة تحمل. كل مريضة ليها علاجها. يا رب كده نكون يعني شرحنا الموضوع باستفاضة. بعد الفاصل الموضوع اللي انتم مستنينه، موضوع أمراض القلب عند الأطفال، مع ضيفتنا العزيزة، فاصل ونرجع لكم.